مع قدوم أعياد نوروز تكثر مهرجانات الربيع والتسوق، لا سيما للمنتوجات ذات الطابع الكردي من أعمال يدوية وحرفية وحتى أطعمة كردية، من أجل إتاحة المجال أمام المتبضعين لشراء تلك المواد بأسعار مناسبة. نشكر القائمين على هذا المعرض والذي يقام بمناسبة أعياد نوروز، والذي يتيح لنا فرصة لتقديم إنتاجنا الفني اليدوي. خالد محمد، قناة دجلة الفضائية.